يعني ما يخفالكش شاك ديبيتيزون تكون كاين مشاكل تاع السيران، وشاك ديبيتيزون يعني تكون يكونوا حلول، هنا حلول يعني بالبورسنتاج ولا حلول بالبث التلفزيوني ولا الموسم الحالي. يعني حرمنا من الاستخدامات بصفة كلية، يعني فريق ألف مشارك كامل في البطولة إلى غاية تسديد كل ديون المنازعات. في هذه الحالة احنا يعني فريق الملاذعة ولا الفريق المعنية بالأمر يعني ما عندهاش الإمكانيات الكبيرة اللي باش تسدد ديون. ما يخفاش كاين ديون اللي عنده 5 ملايك، اللي عنده 7 ملايك، اللي عنده 9 ملايك. يعني الميزانية تاع العام ما كاش، احنا الميزانية ما كاش، كيف تسدد الديون ولا يحرم الفريق من الانتدابات؟ يعني كانوا على أقل شيء كانوا يخبرونا بالتيزون قال ما كاش انتدابات الموسم الحالي، لأن الفريق لازم تسدد الديون كاملة. ولا كملنا البطوله بالصفه هذه، يعني احنا الفرق هذه راح تندافع والبطوله راح تولي بعد 3 جولات او 4 جولات البطوله راح تولي بطوله بيضاء. يعني الفرق طاحت والعام يكملوا هكذاك سيزون بلونش. نقلنا ميران وتكرار الفيدراليه، وكان عندنا لقاء مع سي بوزناد يعني اللي طرحنا له المشاكل تاعنا، و وفاجئنا يعني عندنا سلسلة تاع فيفا وكذا وكذا. يعني احنا كما لقاو صيغة للفرق تاع القسم الوطني الأول من قبل اللي كانت عندهم مشاكل مع الفيفا، ينجموا كما نقولوا احنا ينجموا يسيبونا احنا في صيغة قانونية للفرق هذه تشارك، وميم طون نسدوا الطيون كما نقولوا احنا بطرق تسلسلية. وعندنا في ان شاء الله بعد الفريق الوطني يلعب المقابلة في تاع مصر يكون الرئيس الصادي هنا، فكون عندنا لقاء ثلاثي نورمالمون عنده لك يكون عندنا لقاء ثلاثي بين الفيدرالية والفرق وممثل اللاعبين اللي جاو صيغة قانونية. وحنا نشغل البطولة راهي تمشي، يعني ما تساعدناش احنا ما بين نجاو صيغة قانونية ونديرو اجتماعات. يعني البطولة احنا نكونوا بعد 5 جولات نكونوا صعدنا. احنا في حال ما صدناش حد اجتمعنا بالفريق بيناتنا وقررنا بالنسحب، يعني ما عندناش ننسحب دوك خير من بعد 3 جولات احنا ساقطين بهذه الطريقه اللي نمروا بها.